السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الأول في هذه المدينة الحمراء اللي هي صاحبة الحرارة مراكش. أنا متواجد مع الأخ شيخي وأخي أخ محمد، أسأل الله أن يشافيه وأن يعافيه وأن يبدل ألمه رحمة منه سبحانه وتعالى. أحب أن أسأله أولا عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطينا الشرح دياله إما بالدرجة كما يريد. وهو لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سأله أحد الصحابة يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، ثم قال في الثانية أوصني فقال لا تغضب، فقال في الثالثة أوصني فقال لا تغضب. فهذا الحديث يعني أريد أن يشرح لنا الشيخ محمد جزاه الله خير الأسباب، يعني أسباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث لا تغضب. بارك الله فيك شيخ. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا رب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا رب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا رب. وفي الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أوصني يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فعاد جاء الرجل فقال أوصني يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فعاد ثالثا قال له أوصني يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وفي هذا الحديث تنبيه لجميع المسلمين والمسلمات وغير المسلمين والمسلمات أن هذه الحياة الدنيا تحتاج لهذه الموعظة التي هي موعظة كبيرة لجميع الناس. فوجدنا أن من يغضب تفتح له جميع أبواب الشر، تفتح له جميع أبواب الشر بسبب الغضب. أما من لا يغضب تفتح له جميع أبواب الخير. من لا يغضب في هذه الدنيا فله الفسحة في عقله وفي حياته وفي مجتمعه وفي نفسه وفي أولاده وفي كل شؤونه. هكذا وجدنا هذا الحديث دواء كبير للجميع، لمن أراد أن يسمع هذا الحديث الشريف الذي هو كلمة واحدة لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وجدت في نفسي أنني إن كنت لا أغضب فالحمد لله، فلي الفسحة الكبيرة في إيماني وفي عملي وفي حياتي. ومن يغضب فقد فتحت له جميع أبواب الشر في كل المجالس، في كل الحياة، وفي كل شؤونه. إذن الشيخ، يعني لما كنشوفوا المحاكم الطلاق والمساكين وداك الشيء كلشي، سببه هو ايش؟ الغضب. سببه هو الغضب. أما ما رأينا في المحاكم وما رأينا في النزاعات
بين المسلمين وبين الجيران وبين الزواج وبين كل الناس. سبب ذلك هو الغضب. فهنيئا لمن لا يغضب في كل حياته. الشيخ محمد جزاك الله خير. استفدت إذا خدمتي مني والو شلحيت في القضية الغضب. شو السنايس إذا تكي السنة راح تستقرا شلحيت نراية الكلمة شلحيت في الغضب كي حفظ ربي. شو لمت اللي سلوتنا اليوتيوب شلحيت ونوري تقلقنا ونوري تغضبنا أتين لبس درس أن الرصار يدرشي المشاكل إنما حاكم ولا تصيط ولا النزاعات ولا همة ولا همة شردي كان قدام يخص بنادم يغيق بنادم مشرحي والأعراب أي حلق البنس أدوري التغضاب أدوري التقلاق أين يزرع يقبلت يفكوا المشاكل وكل مشاكل الصبرة لأنهم يوفى أدور غضب أريد توصى من هو النسي ينهر ولا هو النسوري ينيات أدور التأثر والغضب. هذا الغضب هو سبب كل شيء وكل الشرور والنزاعات في الدنيا والمحاكم والطلاق كثيرة. جزاك الله خيرا. فكونوا على بال في هذه القضية. ما تغضبوش ما تقلقوش وخشتو شي حاجة ما مزيانة ما تقلقوش تصحوا شوية وعطيو الصبر لروسكم ووليداتكم وربي وليداتكم على هذا الصبر على هذا الكلمة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل. قال لي لا تغضب وقد عليه لا تغضب وقد عليه وقال له لا تغضب ثلاث مرات. كل من استفاد من هذا الحديث فإنه محفوظ في كل شيء محفوظ. بارك الله فيك شيخنا. ما قدرش لا نطيل عليك. Donc en français, c'est quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un conseil. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme-là, il était « ne te mets pas en colère ». Et une deuxième fois, il est venu le voir et lui a dit aussi « ne te mets pas en colère ». La troisième fois, « ne te mets pas en colère ». Et lorsqu'il est savant, ils ont analysé ce mot-là « tardab ». Ils ont trouvé que la plupart des gens qui sont là dans les tribunaux, la plupart des divorces, la plupart des problèmes viennent de la colère. Donc, essayez de ne pas être en colère dans votre vie. Barakallahu fikoum. Wa nas'alullah an yushafiya shaykhana al-fadil, an yu'afihi wa an yarzuqahu as-sihha wal-afiya. Barakallahu fikoum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم